المنصوري وكيل وزاره اصحاب المعالي السعاده اعضاء مجلس الامناء في المجلس العربي للتشغيل والصيانه ضيوفنا الاعزاء حفل كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني في خلال 17 دوره تقريبا عندنا 350 ورشه عمل. 350 ورشة عن مجالات مختلفة، هذه ثروة علمية في مجال التشغيل والصيانة. دكتور ألن I think this will be your next book. This is the workshop that we have in Omenti. So you are expert in that. So just put it together, put your name and publish it. 1400 متحدث. فوق 10,000 مشاركة.